555. صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة بوسرحال السكفوري والمخرج جورج العلي. العناوين: التجربة نجحت في موضوع المغتربين، فهل ترفع القبعة للحكومة في بناء دولة خالية من فيروس الهدر والفساد والمحاصصة؟ وزير الصحة يطمئن أن لا إصابات في صفوف العائدين من الرياض وأبو ظبي. ونتائج رحلتي لاغوس وأبيجان في الساعات القليلة المقبلة. إجراءات المطار على لسان العائدين: كنا مجبرين بالكمامة وبالكفوف، عملنا كثير فحوصات، مرقنا بكثير مراحل. اجتماع لأعضاء مجموعة الدعم في بعبدة وقضية النازحين حاضرة. ترامب يحذر من مرحلة مروعة في أمريكا. يمكن القول إن التجربة نجحت وترفع القبعة 3 مرات: مرة أولى للإجراءات التي اعتمدت أقصى معايير الوقاية، مرة ثانية لمخاطبة الطلاب ومنحهم حسماً بنسبة 50% على بطاقة السفر، ومرة ثالثة للقدر مرتين مسافرين ومقيمين، فكل العائدين من الرياض وأبو ظبي جاءت نتيجة فحوصهم سلبية، ونتائج الفحوصات في الداخل لم تسجل أمس سوى 7 حالات، ما رفع مجموع المصابين في لبنان إلى 527 حالة. وبانتظار نتائج فحوصات رحلتي لاغوس وأبيجان، يبقى التعويل على المسؤولية الشخصية للالتزام الفردي بالحجر المنزلي 15 يوما، وإلا يكون كل التعب قد سقط بخطأ بشري. لكن متى ترفع القبعة للحكومة في بناء دولة خالية من فيروس الهدر والفساد والمحاصصة؟ حتى الآن مؤشرات الفحص سلبية بدليل ما تعرضت له التعيينات المالية، وقبلها التشكيلات القضائية، وقبلهما التعامل مع سندات الأوروبوند ومع صندوق النقد. النتائج تشي بعقل سياسي يرفض التنازل عن امتيازاته، فعسى هنا أن تكون عدوى كورونا مفيدة. أولى الطائرات التي حطت في المطار كانت من الرياض، وعلى متنها 81 لبنانيا، تلتها طائرة من أبو ظبي وعلى متنها 63 راكبا. وبعيد 7 مساء وصل طائرة من لاغوس وأخرى ليلا من أبيجان، وبعد ذلك انتقل العائدون إلى فنادق جهزت خصيصا للحجر الصحي. وزير الصحة حمد حسن أعلن عبر تويتر هذا الصباح أن نتائج ركاب طائرة أبو ظبي جيدة وليس هناك أي إصابة، وكان قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء أمس نتائج الفحوصات للوافدين من الرياض، مؤكدا أن قرار عزل بعض المناطق أصبح أمرا ضروريا إذا استمر التفلت. كل الفحوصات اللي انعملت للمسافرين العائدين إلى لبنان من الرياض كانت نتائج نيجاتيف، يعني لم تسجل ولا حالة إيجابية لأي من المسافرين الوافدين. رئيس الحكومة حسن دياب كان قد أشرف برفقة وزير الصحة حمد حسن وآخرين على الإجراءات المتخذة في المطار. الحكومة هاي معنية بكل لبناني في الداخل وفي الخارج، اللبنانيين كلهم نعتبرهم من عائلتنا، وأكيد يعني هيدي الحكومة هي رح تكون حكومة لإزالة الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية وحتى السياسية، وإن شاء الله هيدي الغيمة غيمة الكورونا تمرق بأسرع وقت، وإن شاء الله بيكون إصاباتها بالحد الأدنى على اللبنانيين. إلى ذلك، من المتوقع أن يعود مغتربون غدا من فرنسا وإسبانيا وكينشاسا. شركة طيران الشرق الأوسط منحت الطلاب الراغبين في العودة إلى لبنان وغير القادرين